صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا القاسم والله هو المعطي، هل فيه دلالة على أن المعطي من أسماء الله تعالى؟ هذا إخبار عن الله عز وجل، هذا إخبار بأنه هو المعطي، كما أنه إخبار عن الرسول بأنه هو القاسم. هل الرسول يسمى القاسم؟ لا، هذا إخبار من باب الإخبار فقط، ما هو بتسمية. نعم.